والله كان وحشني اكلك يا ماما. يا بكاشة، انت عارفة امك برضو بتاكل من الكلام ده. ده مين اللي حماته وبتحبه؟ قصدك مين السخيف اللي جايلنا على الغدا؟ مساء الخير يا نسر فريدة. يا ترى ممكن اخد من وقتك 5 دقايق بس؟ مين يا فريدة؟ ده الظاهر يا ماما ان انا قافلة على حد، بس هروح احرك العربية واجي على طول. انا اسف جدا يا نسر فريدة، ما كنتش اعرف ان والدتك رجعت بالسلام. ليه؟ وهي رجالة حضرتك اللي ماشية ورايا ليل ونهار، ما قالتلكش اني رحت اجيب ماما من المطار؟ لا الحقيقة بلغوني، بس يمكن من كتر الشغل نساني. خير يا صلاح بيه؟ ابدا، انا بس مندهش، انت ليه ما دخلتنيش وعرفتيني بوالدتك؟ وهو انت جاي علشان تتعرف على والدتي؟ لا مش القصدي يعني، بس ده تصرف مدهش منك يعني. علشان ماما بتكره سليم وما بتقش تسمع سيرته، وبعدين زيها بقى زي اي ام، اكيد مش هتنبسط لما تلاقي ظابط جاي يحقق مع بنتها. قال بس ان انا جاي احقق معاك يا فريده. امال حضرتك جاي ليه؟ بص يا فريده، انا جاي عشان ابلغك رساله تبلغيها لسليم. وانا اعرف سليم فين علشان اديله رساله. فريده، انا متاكد انك بتتصلي بيه، طالما بتتصلي بيه يعني عارفه مكانه. انا عاوزك توصلي له رساله، تقولي له ان احنا لقينا بعض الخيوط ممكن تؤدي للبراءه ولو جزئيا. اقنعيه بانه يجي ويسلم نفسه، وقولي له ان هقف جنبه واحط ايدي في ايده لحد ما اثبت براءته. لكن طول ما هو هربان كده انا مش عارف اعمل له حاجه. قولي له صلاح الدوخي بيقسم بشرفه انه لو سلم نفسه انا هفضل معاه وهتبقى ايدي في ايده، لكن لو فضل هربان غالبا انا هفضل وراه لحد ما اجيبه وارميه بنفسي في السجن، وساعتها ما افتكرش انه هيعرف يثبت براءته. الواد زي ما يكون مصدق لا حد يتكلم معاه. من ساعة ما صورت معاه بيكلمني كتير جدا، تقريبا كل يوم بيكلمني يعني. على فكرة بقى، تامر ابو المجد ده زيه زي زياد بالظبط، هما الاثنين ضحية للظلم والافتراء اللي احنا عايشين فيه. عندك حق على فكرة. انت عارفة انا هناك انا قابلت ناس كتير جدا، ولاحظت حاجة غريبة قوي. مش تايسون ده كان ديلر وبلطجي وما كانش حد طايقه؟ سبحان الله، أول ما عرف مسلم الأنصاري هو اللي قتله كلهم اتعاطفوا مع القضية وبقى صعبان عليهم. حتى تايسون هو برضه كمان ضحية للظلم. عارف يا رامي لو كان في عدل تايسون ده كان بقى حاجة مختلفة تماما خالص. كلنا بندفع الثمن، بس كل واحد بيدفع بطريقة مختلفة تماما عن التاني. أنا بجد يا جميلة مش عارف ليه مصر معوضة بالأشكال دي. أحيانا بتخيل يعني لو مصر مفيش حد يعني زي سليم الأنصاري والأشكال دي، تخيل شكلنا هيكون عامل إزاي؟ تخيل إحنا هنبقى أعظم بلد في الدنيا. مصر عظيمة بيك يا رامي، وهتفضل إن شاء الله عظيمة طول ما احنا ايدينا في ايدين بعض وخايفين على بعض وواقفين في وش سليم الانصاري واللي زيه دول. ربنا معانا ان شاء الله. الواد محمود عمال اكلمه اكتر من 10 مرات ما بيردش. تامر، تامر في ايه يا عم؟ بكلم الواد محمود ما بيردش. معلم امه مرد يا شادي، هو انت بتكلم محمود الخطيب يا جدع؟ يا عم مالك قافش عليا كده ليه؟ ما تظبط. مش طايق نفسي يا عم، انا على اخر الزمن اخد عيل سيس زي رامي ده اقعد اشتكي وادلعه ولا كانه امه. امسك. وبعدين انت زعلان كده ليه؟ ما انت طول عمرك حنين حنيه الام، ومفيش احسن من لبن الام. هنستظرف دمنا بقى، هات يلا الجوينت ده خساره في امك. على النعمه يا شيرين انت ما تستحمل قعدتين مع الواد رامي ده، بالك انت اللي سيبته عليك هتفك من بعضك كده ومش نعرف نجمعك تاني. تعاير رترات ورغاي ويقعد يلوك زي المكنه كده ما بيفصلش. معلش يا ضنايا، الايه اللي رماك على المر؟ وبعدين انت ليك قتل ولا بحلقه؟ ما الواد مصيدك على النت ولا كانك جيفارا. قول لي صحيح يا شادي، وانا شبه جيفارا ده فعلا؟ وريني كده. اه لا، شنبك شبه. اقول لها واحده صاحبتي قالت لي حكايه الشنب ده هي. قول لي يا تامر، هو انت تعرف مين جيفارا ده؟ اه طبعا، الممثل الاسمراني اللي هو كان مع شاروخان في الفيلم الاخير. شاروخان؟ اه. انت غبي هفهمها لك ازاي؟ طب انا هجيبها لك بطريقتك. جيفارا ده حد متصيد، عمهم بتاع الثورجيه. عرفته يا اللي هو شبه بوب مارلي ده. عمو انا اصلا ناقص صيت.
ده انا تامر لطفي من مجدي هذا اللي نسيته جايب من الجيارة للعمرانية لاخر شارع العرب. استنى استنى. الو ازيك يا حبيبتي عامل ايه؟ في البيت معايا شادي. شادي انتيم يا بنتي، ما انا حكيت لك عنه 50 مرة. اه تعالي وماله؟ لا يزعل يزعل من ايه؟ انت اصلك ما تعرفيش شادي، شادي ده شاب متفاهم ومتعاون ومتزوج، ده عموم بتاع السمرجية. هو اصلا عنده مشوار مهم لسه كان بيقول لي، مش انت يا ابني عندك مشوار ومستعجل؟ لا انا لا يا حبيبتي معاكي معاكي. طيب مستنيكي، ماشي يا زلابي، يلا ما تتأخريش، سلام. انطر يا ابن الظريف عشان في ناس جايين لي. لا انطر انت، انا مستني الزلابيا. طب والله ده شيء يسعدني حبيبي. استنى انت بقى الزلابيا وانا ابعت اجيب لك انجي تخدم عليكم. هو الباب الرمادي ده باب الخروج صح؟ اه هو يا فندم. كل زلابيا كتير. ماشي. السلام عليكم. الو ايوه يا هدى، انا فريده خطيبه سليم انصاري. الحمد لله. بقول لك ايه، ركز معايا كويس قوي، عايزك في حاجه مهمه قوي. لا لا يا ست الكل، ما تحمليش هم، انا اعرف اتصرف ان شاء الله. تمام. بس ليه طلب عند سعادتك؟ يعني بكره ان شاء الله اتصل عليا وانا اجيب لك الرد باذنك يا رب ان شاء الله. مع السلامه يا ست الكل. مع الف سلامه. مع السلامه. مين دي ست الكل؟ مين اللي هترد عليها بكره؟ وهترد عليها تقول لها ايه بقى ان شاء الله؟ انت بتلعب بدلك يا حدى؟ عايزه ايه؟ عايزه ايه يا هيام؟ ده ايه اللي انا هلعب بيه؟ يا ست انا متجوزك، ده اللي اتقطع خلاص. ما تكونيش في الكلام يا حدى، مين اللي كنت بتسبب لها في التليفون دي؟ لا انا هقوم اغير واتكل على الله وانزل. تنزل؟ كده عيني عينك رايح تقابلها كده قدامي؟ عادي كده يا حدى؟ لا مش عادي. وانا بغير هدومي هفهمك انا عايز ايه وهعمل ايه. ماشي السلام عليكم. ماشي يا حودة، بس اعمل حسابك بقى على علمك مش هتعرف تكون بكلمتين زي كل مره، عشان انا المره دي زي ما بيقولوا ماسكك متلبس. روق كده يا سليم بيه، ما تشيلش هم، سيبها على الله وبكره تروق ان شاء الله. لو مؤاخذة يعني رغم العكة اللي انت فيها، لكن والله مرحوم يا بيه. انا مش عارف اعمل ايه يا بيه، ده انا ورايا هم ما يتلم يا بيه. بس هقول ايه، ده قدر وسايبها على الله عشان ما تقهرش. انت يعني يا بيه على الاقل اهلك ناس كبارات ويقفوا في ظهرك، مش محتاجين منك حاجة. انما انا وقعتي سودة يا بيه، ده انا ورايا كوم لحم ولاية يا بيه، من اصغر عيلة قد كده لأكبر واحدة فيهم ما يعرفوش أي حاجة عن الدنيا. بس هعمل إيه يا بيه؟ بقول بقى ده قدرنا كده وسايبهم أمانة في إيد ربنا. عارف يا سليم بيه لو مؤاخذة يعني أنت ناقصك إيه؟ شوية إيمان وتسيبها على ربنا. يا رب إبراهيم أنت هتكفرني على المسا يا جدع، ما تسيبني في حالة أنا مش ناقص. لا يا بيه والله أنا مش قصدي. أنا قصدي يعني إن سعادتك يعني والسلطة والهيلمان اللي أنت فيه مخليك يعني مفكر ان انت تقدر تعمل كل حاجه لوحدك. يعني ما تعودتش تسيبها على ربنا. مشكلتك يا ابراهيم انت فاهم غلط. انا زي زيك بالظبط وعندي مشاكل كتير. وامي واختي اللي في البيت دول يا عالم دلوقتي عاملين ايه من غيري؟ تعرف يا ابراهيم انا دخلت كليه الشرطه ازاي؟ ازاي يا بيه؟ انا عمري ما حد ساعدني ولا يقف في ظهري ولا عمل لي حاجه. انا عملت كل حاجه بنفسي. حتى ابويا الله يرحمه لما صمم اني ادخل كليه الشرطه قلت له ماشي، كلم لي حد من عارفك في الداخليه. قال لي لا، قال لي هتروح زيك زي اي حد، هتروح وتتعب وتشقى لحد ما تبقى ظابط. سمعت كلامه ورحت الكليه واترفضت اول مره، ورحت تاني مره نمت قدام الكليه عشان ادخل اول واحد الامتحان، لحد ما ربنا كرمني وبقيت ظابط. يمكن احنا الاتنين مش زي بعض، بس احنا الاتنين فينا حاجات كتير شبه بعض. فهمنا ابراهيم؟ فاهمك يا بيه. مين؟ أنا حنان، في ضيف جوه وقاعد مستنيك. منور يا حودة. تسلميلي يا ست البنات.
الله وحشتنا يا استحوذ. حبيبي حبيبي ابو خليل، ابوظ اسلم بيه يعني. انا بصراحه قلقت ان انا اعمل تليفون يكون التليفون متراقب ولا حاجه، فقلت اجي ابلغ سعادتك بنفسي. ربنا يخليك يا حوده، بس هو بس يكون حد شافك وانت جاي على هنا. ايه بس اسلم بيه تسال السؤال ده؟ انا حوده سيطره عم الجدعانه، ما ينفعش حد يمشي ورايا. وبعدين انا قلت لسعادتك احنا الشقاوه فينا، بس ربنا هدينا. شفت يا بيه، انا مش لسه بقول لك سبع على ربنا وواقف رجع علينا؟ او الحمد لله الراجل اللي حطك في دماغه ابتدى يحس ان انت مظلوم. وانا عامل ايه باحساسه يا ابراهيم؟ ده انا بعد ما غيرت له دماغه رجع حط لي عقده في المنشار. قال لي اسلم نفسي يا اما كل اللي بعمله ده يروح على ما فيش. مش يمكن المره دي ناوي يساعدك بجد ويقف جنبك؟ حتى لو ناوي اضمن مني ان هو يقدر يساعدني اذا كان مش عارف يساعد نفسي. بعدين حتى بعد موت رفاعي ده الموضوع بقى صعب قوي. طب لو مؤاخذه يا اسلم بيه، يعني انا اروح للاستاذه فريده اقول لها ايه؟ قول لها الرساله وصلت. سيبوني بس شويه كده افكر ممكن اعمل ايه. اتفضل يا سليم بيه. طيب سعادتك تأمرني بأي خدمات؟ ربنا يخليك يا حوده، انا عايزك بس تخلي بالك وما تخليش حد يشوفك وانت جاي على هنا. ده لو حد شافك كلنا نروح في 60 داهيه. تلاش سعادتك. طيب اتكل انا على الله. طب ما تشرب الشاي يا حوده. وقت تاني يا ست البنات، يلا بينا. شوفي لي كده السكه من عناي. تأمروني بأي حاجه؟ الله يخليك يا ست حنان. اتفضل. اتفضل يا ست الكل. اتفضل يا ست. اتفضل يا حوده. يا ترى صلاح توخي ناويلي على ايه؟ اظن انا كده عملت اللي عليا وزياده يا سياده اللواء. الكوره دلوقتي بقت في ملعب سليم. لو هو عاوز يساعد نفسه يبقى لازم يسمع الكلام، لكن لو فضل مصر على اللي في دماغه وراكبه العند بالشكل ده انا مش مسؤول عن اي حاجه تحصل له بعد كده، وانا شخصيا بريء من دمه. ايه يا سياده اللواء؟ شكلك مش عاجبك الكلام يا سيادة اللواء. ما أنا مش هخاف عليه أكتر من نفسه.